بتوقع انه الحروف حرام حرام تنوصف قدام الحياة هون ما في حياة هون خيمة اذا بدك تروحي على الاكل بدك توقفي على الدور على الحمام على الدور كل شيء هون على الدور ويمكن يلحقك دور ويمكن ما يلحقك انت وحظك بعرف انه هاي فكرة مجنونة انا معي حيوان هون بس ما فيني اعيش من دونه Does he make you happy? Yes كتير مبسوطة انه هو معي بس نفس الوقت بزعل وقتي وقت نتعذب وهو يتعذب معي بزعل لو لاي ما تشرد هالتشرد ما كان صار لاجئ الحرية انه يتركونا بحالنا ونرجع على بلدنا هي الحرية انه يتوقف الحرب ونرجع على بلادنا كان في عندنا حرية وكنا عايشين مثل ما بدنا في وجههم بس اذا بده شيء صورتي من على الفيسبوك Nobody record what's happening here then he got the idea to make a fake camera with a fake mic to record for everything then like after 2 days we got a real camera from a volunteer We're just trying to show the reality of the camp. It's really bad life. This morning, there is a man, he's trying to hang himself because of the situation. He has 3 kids and his wife. He said that I'm living here since 3 months. I cannot do anything for my family. No, we're from the people of the people. السوريين تحديدا وهذه مصلحتي اصلا يعني بعد شهرين لازم الواحد يشتغل احنا نستنى حتى اعاده التوطين نستنى اعاده التوطين ما عندنا مشكله لو ناخذ توطين باليونان ما في مشكله يعني ما عندنا مشكله طموحنا يعني ما يتوقف عند المانيا ما بدنا المانيا مو شرط الا المانيا يعني اي دوله تعطينا اعاده توطين وما عندنا مشكله احنا لا احنا ارهابيين ولا احنا جايين يعني نختصب بلادكم احنا عباره ندور على الامان فقط فنحن بناخذ يعني 5 يورو ايه على الشخص شعر ودقن 5 يورو انا كنت حلاق بسوريا تميتني 10 سنوات بسوريا حلاق والله نحن يعني بدنا نستنى بدنا يعني ان شاء الله بتفتح الحدود ان شاء الله لو بعد 10 سنوات تامين هون رح تفتح الحدود والله يعني الخوف موجود نحن اكثر شيء خوفنا انه نرجع لتركيا تركيا يعني المعيشه فيها صعبه كثير لما جبت بنتي من سوريا كان وزنها 12 كيلو هذيك النهار وزناها قال 9 كيلوات يعني بالعكس لازم هون بتزيد على اساس في دواء وفي علاج وفي هالشيء ما في ولا شيء ما في هون يعني هاي الطفلة شو ذنبها؟ قولي لهم ولدت ب متليني والآن لا جواز ولا إعادة توطين ولا أي شيء كله كلام كذب يعني ما أعرف هم عم يعطونا أوبر بنج عليش ما أعرف. We already like spent all the money that we have with smugglers. We already like come with the boat. We don't know we are going to arrive or we die on the sea. Yeah, it's unbelievable life here. If you hop into European people, they will die in 15 minutes. I'm not sure about it.